ونادى أصحاب أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أن أفيضوا علينا من الماء أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم قالوا إن الله حرمهما إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون.